اهلا بحضراتكم من جديد. مباراه الاهلي وسان داونز، الحكم طاقم الاثيوبي بملكت سيمبا، الحكم حكم الصفاره ألفيس نيبوي، ده الحكم المساعد الاثيوبي، والمساعد الثاني الكاميروني عيسى يايا، والحكم الرابع الكاميروني نوجو بيليسيا. بكره المؤتمر الصحفي الساعه 2:30، ثم المران في ملعب سوكر سيتي اللي هتقام عليه المباراه ان شاء الله 3 بعد ظهر العصر باذن الله. اذا كان ده كل حاجه عن الاهلي في جوهانسبرغ، فهناك كلام كثير في بعضمة لسانه، وكمان 3. الحقيقه مباراه الاهلي وسان داونز، الاهلي وبيراميدز، خدت اهتمام كبير جدا. فوز الاهلي بال3 له دلالات كتيره قوي، تعدت حدود الثلاث اهداف وتعدت حدود الثلاث نقاط، واعتقد كان رد جدا موجع لكثير ممن شككوا في الاهلي وقوته وقدرته. وانا عايز اقول حاجه، كل حد هتقولوا عليه الاهلي بيهرب منه بتوقفوه بتحطوه قدام القطر. قعدتوا تقولوا الاهلي هرب من الهلال السعودي، الاهلي ده اللي كان بيهرب من الهلال السعودي، ولما الهلال السعودي الكبير الشقيق واجه الاهلي في كاس العالم للانديه شفتوا الاهلي ابدع وامتع قد ايه. استلمتوا بيراميدز، الاهلي خايف يلعب بيراميدز، الاهلي مش عايز يلعب بيراميدز، اللي مش عارف غنوة بيراميدز اللي هي يعني تتباهى بشعر بيراميدز. كانت النتيجة ان الاهلي قال لكم ادي الاهلي وادي بيراميدز، لان احنا بنتكلم على الاهلي، معلش كل واحد يعرف واقف فين، ده الاهلي ودي قيمته ودي مكانته ودي قوته ودي فرقته. عشان كده هذا الفوز يمكن الناس علقت عليه باهتمام كبير، مش هقول لكم بس مجلة الاهلي، يعني المسألة كان ليها ابعاد كتيرة يا جماعة، لانه حتى وهم بيتكلموا عن تاريخ فوز بيراميدز على الاهلي قبل كده، محدش بيقول في كل مرة بيراميدز كسب الاهلي في الموسمين اللي ظهر فيهم كانت دايما وابدا نتيجة اخطاء تحكيمية واضحة وكاشفة وكاسفة للي فيهم الصفارة، منهم اللي اعتذر عنها بعد كده، لكن في جو شبه عادي. وحكم في النهاية محمود البنا حكم مصر الأول، سيبكم بقى من حكام الكروات والكروات اللي كانت بتحصل، لكن احنا في ظل تحكيم ادى تقريبا كل واحد حقه مع بعض الملاحظات حتى اللي الأهلي انضر فيها، يمكن كتير هتشوفوا كابتن جهاد جريشة مثلا وهو بيتكلم على انه لا رمضان صبحي كان يستحق الطرد، الكارت الاصفر عن واقعة اعتداء بدون لعب مش كفاية قانونا، ده كلام جهاد جريشة. بس ال 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 الاداء العالي للنادي الاهلي، الاهلي مجلة الاهلي خليني اقول لكم دي الاهداف الممتعة والمبدعة يا باشمهندس، اتفرجت على الماتش اعادة مش كده؟ طبعا. انت بتتفرج على اعادة الاعادة كمان عشان تتأكد اكتر. بعد الماتش ما يخلص ايا كانت النتيجة. مع الاستوديوهات بقى واعيش ليلتي لحد ان شاء الله للفجر. انما بتقدر تفهم الدنيا طبعا في كل شوية تلصص برضو اخطب بصة كده. لكن الحقيقة عارف مين واحنا بنتحدث عن عشق الفلسطينيين للنادي الاهلي، ها المفكر والسياسي والمخضرم صديقنا طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني الجميل ده، اول ما يرن لي ووراه صاحبك الدكاتره الدكتور الدكاتره نبيل عويجة، واخد 3 دكتوراه فبسميه الدكاتره نبيل عواجة. الاقي التليفونين ورا بعض تطمن، بفرح يعني، واكلمه بقى يقعد بقى يتكلم برصانته، انت عارف الاستاذ طه الخطيب ده بلغته الرصينه وجماله وعشقه الغريب للنادي الاهلي. فالحقيقه التليفون جالي وانا يعني حتى كنت عند عديلي وقتها
ومحرج عليه يجيب الماتش. محرج عليه. طيب، مجلة الأهلي صدرت النهاردة أنه ده درس جديد وبالسلاسة. الأهلي الطموح، لأنه محدش قدر يتكلم على الطموح جنب الأهلي. الأهلي الطامح دايما لكل البطولات. الأهلي الطموح يهزم بيراميدز ويستعيد صدارة الدوري بسمفونية أفشة والسولية والشريف. المرعب يعود للمتعة والأداء المخيف. وحديث أيضا عن بطل أفريقيا كعب داير هزم المريخ والسبت في ضيافة سان داونز. المصري اليوم قالت الأهلي يضرب بيراميدز بالثلاثة ويعتلي صدارة الدوري. والأهرام قالت هدوء وسعادة في الأهلي بعد اكتساح بيراميدز والتربع على صدارة الدوري. المصري اليوم قال كمان ليلة أهلوية سعيدة بعد ثلاثية بيراميدز ومكافآت خاصة للاعبين بعد اعتلاء القمة. في الوفد صديقنا العزيز الناقد الكبير علي البحراوي كتب مقالته بعنوان علقة موت. وقال علي البحراوي في بداية مقالته: لقن الأهلي فريق بيراميدز درسا كرويا قاسيا أشبه بعلقة موت، وسجل ثلاثية رائعة في شباك شريف إكرامي كسر بها سوء الحظ وفك عقدة بيراميدز. وقال كمان علي البحراوي إنه هذا الفوز يحتاج قرصة ودن من موسيماني حتى يصحح مساره ويعود إلى خطورته. ده بيتحدث عن أضع هدفين كان من الممكن، بيتكلم باستثناء حسين الشحات والفرصتين اللي أضعهم. الناقد والمحلل الكبير خالد بيومي كتب في الجمهورية في مقالته خارج السرب، قال: باتت مباريات الأهلي وبيراميدز تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة تخطط حدود بلدنا الغالية مصر. يرجع ذلك لعدة أسباب، أولها وضع الفريق السماوي في المنافسة على البطولات بعد أن استحوذ على عدد كبير من نجوم الكرة المصرية خاصة الأهلي، وأخيرا نتائجه مع الأهلي تحديدا طوال المواسم الأخيرة التي كانت في مصلحة بيراميدز. قال كمان خالد بيومي: ولكن عندما أتى موسيماني إلى القاهرة لقيادة النادي الأهلي تغيرت مفاهيم كثيرة في نتائج مباريات الفريقين، وتكسرت الأرقام وتحطمت أساطير إفريقية كثيرة بشكل مرعب. الغريب أن كل من تابع المباراة يرى أن بيراميدز كان أفضل فنيا ولكنها كرة القدم. والأفريقي موسيماني المثير للدهشة في الأداء والأرقام والتصريحات قبل وبعد كل مباراة. ولا أعلم لماذا تأخر مجلس إدارة الأهلي في الإعلان عن تجديد عقده إلى صباح أمس. فأنت مع الموس في أمان. السؤال: هل انتهت حساسية وأهمية مباراة بيراميدز بعد أن فرض موسيماني سيطرته وبسط يده على كل الأندية المصرية والأفريقية؟ بيقول خالد بيومي: أعتقد الأهلي حل كل العقد وكل فريق اتحط في مكانه الطبيعي. الأهلي في صدارة الدوري، ده الترتيب المنطقي لبطولة الدوري منذ بدايته. بس لأن سمعتها يعني بيراميدز كان افضل بأمارة الله، الاستحواذ كل الارقام لصالح الاهلي. ايوه، هو يعني هو واذا كان الاهلي جاب جوان من اخطاء ففرص بيراميد مع النادي الاهلي من اخطاء. ايوه، وهم فرصتين، واحده من ديانج واحده من علي معلول، والاثنين اللي هي واحده بالهيد واحده مش باس من ديانج. فهي كرة كده يعني المساله مساله ولا يعني لو الاهلي، طب استنى، لو الاهلي احرز كل فرصه وبيراميد احرز كل فرصه، مين اللي كان هيكسب؟ الاهلي. يبقى كسب. وما تبقاش كوره. لا انا بفترض. خلينا في النوازع الافتراضيه. طب منين بقى؟ يبقى هيفوز برضو الفريق اللي هو كان الاقدر. هو كل اللي بيقول كده بيقول على ما كان في نفسه. لا يعني مساله انك تقضي الشوط الاولاني وما تجيبش جوان، دي ضد الاهلي. طيب، مستر بيتسو موسيماني بعد المباراه عناقه مع لاعبته احتفالا بالفوز الكبير. ¡Vamos!
ما بيقعدش قدام ما يبقاش. حط بره بعد الزيتون.